بصوا، هو انا ما بحبش القرايه خالص، يعني ما بحبش اصلا امسك كتاب اصلا من زمان قوي وانا في الدراسه، ما بحبش اصلا امسك كتاب واقراه كده، ما بحبش اي انواع من الكتب خالص. بعد كده مره واحده اتبدل بقى كل ده، بدات اروح معرض الكتاب واستنى من السنه للسنه عشان اجيب كتب بس معينه بس تبقى موجوده في معرض الكتاب، واجيب كتب واشتري كتب عشان اقراها، ممكن تكون اصلا كتب كان ملهاش لازمه، هي قصص بس اجيبها وامسكها كده ولازم اقراها واخلصها والكلام ده. فايه بقى اللي غيرني كده 180 درجه من واحد ما بيحبش الكتب اصلا ولا بيحب يقرا لواحد بيعشق حاجه اسمها القرايه؟ يلا بينا نشوف ليه. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مره تشوفني انا كلمة عفة بقدم محتوى بس انا موتيفيشنال سبيكر، ادخل كده اقول لك لفه. وعندي قناه تانية للجيمنج بنزل فيها العاب جامده جدا، وفي فيديو جامد جدا نزل، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. هو طالما انتم بتحبوا الزاويه بتاعه التصوير دي كده اللي هي الوايد انجل كده وكل حاجه باينه، فاحنا مستمرين عليها لتالت فيديو. فلو انت من الناس اللي بتحب الفيو ده او المنظر ده بالالوان طبعا اللي اتعدلت كل حاجه، تحت سبسكرايب في انستجرام فولو بسرعه. يلا بقى نبدا على طول. قصتي مع القراءه، هي بدات القصه دي من ايام فيلم هيبتا، مش عارف بصراحه كنت في سنه كام، اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي مش فاكر بصراحه، بس كان من 6 سنين 5 سنين. ما كنتش بحب اصلا حاجه اسمها قرايه خالص ولا كتب خالص. بعد كده لما فيلم هيبتا نزل ولقيت الناس كلها بتتكلم عن فيلم هيبتا، على ساعتها كمان كان في قمصان اللي هي المقلمه دي او اللي هي الاسود في احمر، ما علينا يعني، اللي اصلا ما كانتش ليها علاقه اصلا بالفيلم خالص. لقيت الناس كلها بتقول ان الفيلم ده جامد جدا وان الفيلم ده مستوحى اصلا من القصه، وهو اصلا خد اصلا القصه او الرواية دي وعملها فيلم وكام ده. فانا اتفرجت على الفيلم لقيته ان هو حلو جدا جدا، ولقيت ناس على الفيسبوك بتقول ان القصة او الرواية احسن كتير جدا من الفيلم، وان في حاجات اصلا في الرواية هو ما قالهاش في الفيلم. فده خلانا استغرب اللي هو ازاي انا اتفرجت على الفيلم ولقيته حلو جدا جدا وعجبني واتفرجت عليه كذا مرة، فايه بقى اللي مخليني الناس دي تقول على الرواية او الكتاب بتاع هيبتا ده او الحاجة اللي هتقراها دي احسن من الفيلم اللي انت تتفرج عليه وهيبقى قدامك شاشة وقدامك ممثلين وكام ده؟ لكن دي قراية، انت حتى بتتعب حتى عينك ان انت بتفضل تقرا ومستني لما الكتاب يخلص وبتتعب، ده فيلم هتفرج عليه في ساعه وخلص وتبقى مستمتع. الناس دي ليه بتحب القرايه؟ مع كمان اصلا انا كمان كنت بروح كمان الساقيه في الزمالك والكلام ده، فكنت بلاقي الناس في الشتاء مثلا مع كوبايه القهوه ومعاها الروايه، وكنت اشوف الناس دايما بتكتب على الفيسبوك اللي هو قد ايه ان الشتاء حلو جدا في الروايات والقهاوي والكلام ده، اللي انت تبقى معاك مثلا القهوه بتاعتك والنطره بتنطر ومعاك الروايه بتقراها. ايه الجو اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ لا انا مش حاسه. فمن هنا بقى بدات الحكايه، وجبت اول روايه وهي هبت اصلا، يعني انا جبتها عشان اشوف هما بيتكلموا عن ايه اصلا. ومن هنا بقى بدا اتعلق بالروايات جدا واتعلق بالكتب جدا واتعلق بالقرايه جدا، وشفت قد ايه الفرحه وانت بعد ما تخلص كده الروايه او الحاجه اللي انت بتقراها، دفعه الدوبامين اللي بتبقى مفروزه في جسمك كله، والسعاده كده اللي انت انجزت حاجه او قريت حاجه وخلصتها، بتحس ان انت انجزت حاجه كده او خلصت كده لاين كده اللي كان عندك او حاجه كده انت كان نفسك تحققها وحققتها وخلصتها. من هنا بقى بدات بقى احب القرايه، بدات بقى اجيب بقى اللي هو طب ما هبت طلع حلو، طب ما اشوف بقى في حاجات ثانيه، بدات ادور واشوف في حاجه بقى عرفتها مهمه جدا، ان انا ككريم او معظم الناس اللي بتقرا عندها انها تمسك كتاب تقراه او تتفحصه كده والصفحه كده تبقى قدامها احسن كتير جدا من البي دي اف اللي هو يبقى على التليفون وممكن يكون كمان مجاني وبتدخل تعمل له داونلود من اي حته، مع ان هو نفس الكتاب بس انت ده بتدفع له فلوس وبتاخد ورقه كده معاك، وده بي دي اف بتتحط على التليفون او على البي سي بيبقى ببلاش. فليه الناس بقى بتروح للكتب اللي هي الغاليه بتدفع منها فلوس، مع ان هو اصلا موجود اصلا بي دي اف على التليفون؟ وده انا عشت انا بقى، ان انا ابقى ماسك كده الكتاب بتصفح كده الصفحه بتاعته كده، بلمس كده الصفحه بتاعته كده وانا بقراه كده، ومعايا النوت دي اللي انا بحطها، الورق اللي انا بحطها ما بين الكتب او المشبك اللي انا امسك بيه الكتب عشان الصفحه يعني عشان ما تتقفلش. لقيت ان ده احساس كده حلو جدا، وكمان بعد كده ما تخلص ان انت كان يبقى معاك كمان الكتاب كمان على جنب محتفظ بيه، لو كتاب مهم جدا محتفظ بيه، او لو مثلا انت قريته مثلا وعجبك وعايز تديه لحد تاني فتبدله مثلا الكتب اللي عندك، هو يديك الروايات اللي عنده انت تديله الروايات اللي عندك، او تديها حتى هديه لحد مثلا يقراها ويرجعها لك تاني. حسيت ان تمسك الكتاب كده بايدك كده احسن كتير جدا من بي دي اف موجود على التليفون، وكان ممكن كمان تدخل كمان مثلا تقرا مثلا صفحتين فتلاقي نفسك انت في مثلا نوتيفيكيشن جاي من واتساب او نوتيفيكيشن جاي من فيسبوك فتسيب القرايه وتروح تشوفهم فتنسى. الكتاب احلى بكتير. ولقيت بقى ان الكتب دي فروع كبيره جدا، رومانسيه، تحفيز، حب، جواز، اطفال، كل حاجه حرفيا انت عايزها او عايز تتعلمها هتلاقيها في اي كتاب في اي حته. اذا كنت بقى انت بتحب علم، بتحب سايكولوجي، بتحب بيولوجي، بتحب علم نفس، بتحب الحب، بتحب مثلا رومانسيه قصص الحب وقصص رومانسيه، بتحب العلم، بتحب اي حاجه هتلاقي لها كتاب. زائد طبعا انا طبعا زي ما قلت لكم
لكم ان انا لما جيت طبعا تعمقت في حوار الكتب ده والقرايه والكلام ده، لقيت ان انا اصلا بيجي لي افكار كتيره جدا في الفيديوهات، فلقيت الموضوع كمان جايب معايا لان كل ما بقرا كتير بيجي لي افكار كتيره فبعمل فيديوهات كتيره. اخر حاجه بقى شعور مع بعد القرايه، او بعد ما انت بتخلص كده قرايه كده وبتقفل كده الكتاب، بتحس ان انت عملت حاجه مفيده، اللي انت بدات تتعرف على الكاتب، لو بيتكلم مثلا عن قصه بيتكلم عن حاجه، بتحس ان انت جوه الشعور بتاع الكتاب ده، او انت جوه القصه بتاعت الكتاب ده، اللي هو مثلا لو هو مثلا بيتكلم مثلا عن حاجه مثلا مرعبه فانت خايف فعلا، لو هو مثلا بيتكلم مثلا حاجه حب مثلا رومانسيه فانت فعلا حاسس ان انت جوه العلاقه دي، او انت مبسوط جدا بيهم، او لو انت مثلا في مثلا حاجه مثلا ليها علاقه بالتوتر، اسلوب الكاتب بيهيئ لك ان انت فعلا لازم تكون متوتر، انت بتقرا وانت متوتر عايز تشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. زي بالظبط كده فكره جدا الافلام او المسلسلات، ان المؤلف بيحاول يوصل لك فكره ان انت المفروض دول متوترين او دول خايفين مثلا بالميوزك مثلا، او مثلا وضعيه الكاميرا مثلا بشوت معين او في حته معينه، فبيديك احساس ان انت خايف او بيديك احساس ان انت متوتر معاهم. نفس الفكره برده في الكتاب، اسلوب الكاتب وهو بيكتب وعلامات الترقيم والكتابه واللغه اللي هو بيتكلم بيها كده بيحسسك بالفيدباك دي، بيحسسك ان انت فعلا قلقان ان انت خايف. فلقيت ان الموضوع حلو جدا اصلا، مش فكره كتاب وخلاص انت بتقراه. فدي كانت قصتي مع القرايه، او قصتي مع عشق القرايه، اللي انا اجيب كتب واقراها وروايات والكلام ده. بس الفيديو ده كده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، عجبكم طبعا السلاسل اللي بتكلم فيها الجديده دي وطريقه الفيديوهات الجديده بالاثاره والكلام دي يعني. وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي، وبرده روح برده لقناه الجيمنج، برده في برده فيديوهات حلوه جدا هسيب لك برده تحت في الديسكربشن وفي الاي اللي فوق هنا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.